المعركة القائمة الآن في بنغازي وفي كل المدن الليبية هي نفس المعركة القائمة في سيناء. الجيش الليبي الآن يقاتل في خندق جنب لجنب في خندق آخر معه الجيش المصري في سيناء. العقلية السياسية والعسكرية في مصر تعلم تماما أن المعركة واحدة والهدف واحد وهو تحت تدمير الجيوش العربية بالكامل. وبالتالي السيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بقيادة الجيش لاستنهاض هنم العرب جميعا وليس هنم هذه المنطقة فقط. وبالتالي هذه المعركة معركة واحدة وخندق واحد، والقتال الدائر الآن في بنغازي هو ذات القتال الدائر في سيناء. التفجيرات التي البارحة في مدينة بنغازي وراح ضحيتها أربع أشخاص من بينهم الناشط الإعلامي والحقوقي محمد بوغالي هي نفس التفجيرات التي نراها في من حين لآخر في القاهرة. إذا نحن في خندق واحد ونحن نحارب جيش عربي إسلامي واحد في منظمات إرهابية وفي دول أجنبية تدعم في هذه التنظيمة. التنسيق والتعاون العسكري في هذا الجانب مستمر منذ بداية العمليات حتى هذه اللحظة. هناك تنسيق ليبي مصري كبير جدا على أعلى المستويات العسكرية والسياسية في هذا الجانب باعتبارنا المعركة معركة واحدة. الجانب العسكري كذلك موجود لأن هناك رعاية مصريين في ليبيا تعرضوا للاغتيالات، تعرضوا للقتل وتعرضوا للإعدام بشكل مباشر، وهناك كذلك دواعش ومنحرفين من مصر الآن في مناطق القتال في بنغازي وفي بعض المدن الليبية خاصة في سرت. وبالتالي المعركة معركة واحدة والتنسيق تنسيق بشكل جيد، عملياتي واستخباراتي يصير بشكل جيد، والجيش الليبي دائما على مر الطريق دائما في الأزمات وفي العمليات العسكرية. دائما الشعب الليبي لا يمكن ملجأ وليس بعد الله سبحانه وتعالى إلا الشعب المصري العربي.